أهداف نمو العراق على المستوى النفطي تبدو على نحو متزايد معرضة للخطر وفق وكالة الطاقة الدولية التي سلطت الضوء على التهديدات المتزايدة على الإمدادات نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعنف. الوكالة تحدثت في تقريرها حول وضع سوق النفط على المدى المتوسط عن إمكانية تباطؤ النمو العالمي في الطلب بحلول نهاية هذا العقد، مرجعة ذلك جزئيا إلى ارتفاع الأسعار. أسعار النفط قفزت إلى ما يقرب من 115 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أيلول سبتمبر، بالتزامن مع تقدم مسلحين مناوئين لحكومة نوري المالكي في العراق نحو العاصمة بغداد.